مواجهتان قويتان للترجي والوداد أمام مازامبي وإنامبا في الدوري الأفريقي تقامان مساء الخميس، مباراتان في إياب الدور ربع نهائي لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بعدما تم تأجيلهما لمدة 24 ساعة لأسباب مختلفة. فعلى ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس يسعى الترجي لتجاوز خسارته من مازامبي الكونغولي بهدف سجله المالي شيخ فوفانا على ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام في ذهاب الدور ربع نهائي للدوري الأفريقي. الفوز بفريق هدفين شعار يبحث عنه الترجي لضمان التأهل للدور نصف النهائي واللحاق بفريقي الأهلي وصن داونز. ويدرك طارق ثابت مدرب الترجي أن المباراة قد تغير مستقبله كمدير فني، خاصة وأن الفريق التونسي لم يخسر من مازامبي في آخر 5 مواجهات سابقة سوى في اللقاء الماضي فقط، ولا بديل له غير التأهل إذا أراد الاستمرار على رأس القيادة الفنية للترجي. وفي المباراة الأخرى التي تنطلق في 9 مساء بتوقيت القاهرة، يتطلع الوداد المغربي لتأكيد تفوقه عندما يواجه إنامبا النيجيري بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ويكفي الفريق المغربي الفوز أو حتى التعادل لضمان التأهل للدور المقبل بعدما حقق الفوز خارج ملعبه بهدف سجله قائد الفريق يحيى جبران من ضربة جزاء. وسيلتقي الفائزان من مواجهة الخميس مع بعضهما الأحد المقبل في ذهاب الدورة النصف النهائي للدوري الأفريقي.